محاضرة الحاسبات 3D AutoCAD. حتى نختار كذا جسم بالأوتوكاد مثل باقي البرامج دوس كنترول ونختار الأجسام مثلا الأجسام بوكس 0 فائزة 0 فائزة 0 2 فائزة 2 فائزة 2 هذا وات بوكس بوكس ثاني 3 فائزة 3 فائزة 3 6 فائزة 6 فائزة 6 هذا البوكس الثاني. حتى اختار في نهاية ندوس هذا ندوس كنترول الكيبورد ودوس الفيس اللي اريده. الجريب ايضا اختار الفيس وادوس كنترول واتحكم به مثلا هذا ماشي طبعا هندوس كنترول ونحرك ندوس كنترول ونحرك بس انبل بالتودي بالتروب وريسي هذا بس بول مثل الاكسترود نفس المستطيل على التعين بس نكتب بس select object ارتفاع مات 2 مثلا هسه سواليا 3D مثل الاكسترود section plan سوري section section.
ماشي مستطيل بوكس صفر فائز صفر فائز صفر بوكس صفر فائز صفر فائز صفر اثنين فائز اثنين فائز اثنين طالع من هاي البوكس. سنكتب سكشن بلان سكشن بلان درو نريد نرسم سبيسيفاي ستارت بوينت مثلا يقول له 0.5 بالاكس فائز صفر فائز صفر راح يسوي لي هنا زين يقول لي 2.5 بالاكس بوينت صفر فائز 2 بالواي فائز صفر شوف سوى السكشن في المكان اللي اريده اذا اريد بعد نقطه كامله او نرجع مثلا بلان سكشن درو اول نقطه مثلا هي 0.5 فائز صفر فائز صفر سواء هاي النقطه. النقطه الثانيه نقول له يبقى 0.5 فائز ايضا 0.5 دواي فائز صفر هسه اريد مثلا يصير واحد بالاكس فائز 0.5 فائز صفر واحد بالاكس هاي غلط فائز 0.5 غلط ما دستي فائز صفر سوى سوالي سكشن هيج مثلا هسه اقول له واحد بالاكس فارزه واحد بالواي فارزه صفر سوى point five x فائز واحد من y فائز صفر إذن بيرسم لي مقطع حسب ما نريد البلان سكشن آخر شيء point five من x فائز اثنين بالواي فائز صفر دوس انتر سألنا على الدايركشن مال السكشن مال تريدن قلت له اشرت على الدايركشن اللي راح ينقطع فقطع لي الجسم مثل ما نريد section command section section select object
ne yaptık hayat? Zaten aldım falan. Bir boyutu var falan. Habillah tane ay nokta. İnşallah objektif sınav. Selector. Selector object. Three point. Test point. Niye? Farzı. Sıfır. Farzı. Sıfır. Second point. Sıfır. Farzı. Niye? Farzı. Sıfır. Third point. Niyen farzı, niyen farzı sıfır. طبعا اريد ان احدد المقطع حركة المقطع العفو راح هو يتفاعل وهي التحريك طبعا نقدر نستخدم سكشن بال XY أو نقاط بالـ XY رفع عنا Section Select Object ثم XY واحد فاز واحد فاز واحد سواليا زين وين باير فريم سوا ما صار الديسكشن Another section. This might be realistic. Slice command. Vector slice. Select object. Not the 3 point. بس أن يا سطح تيدي أقل عشان تعرف فوق السوالف سلايس